ده عبارة عن نبع بمعنى ايه؟ بمعنى كان في بحيرة ملحة كبيرة جدا، حكايتها ان السيدة العذراء كانت زي ما احنا قلنا عدوا في المنطقة دي، وكانت محتاجة ان هي تشرب الطفل يسوع. فبمجرد اللي طبعا ما كانش فيه غير المية الملحة دي، فالمكان اللي هي لمست فيه جزء المية دو صار ماء عذب وشربت منه الطفل. والحد اللحظة دي النبع دو موجود يمكن على بعد تقريبا 15 كيلو من هنا. وده بقى فعلا الفعل الاجازي، ان حضرتك تلاقي بحيره كامله متكامله كلها ملح، ولكن تلاقي في جواها يعني نبع ميه عذبه. فهم حتى زي بينين زي جزء كده زي بير، بحيث ان يفصله اللي يجرب منه يلاقي ان هو ميه عذبه. تفرق جدا عن سهل الوصول له. بيوصلوا فيه زي تدريج كده، ممكن حد يمشي ليه مش ميه عميقه جدا، بيقدر يوصل لحد هناك، ولو اداء الميه يلاقي الميه دي عذبه يمد ايده بره النبع يلاقيها ان هي مالحه.